يقول: كما تعلمون كثرت أجهزة الهاتف الجوال والتي تصدر نغمات موسيقية وبعضها بكاميرات تصوير، ونشاهد بعض الشباب والفتيات يستخدمونها ولا حول ولا قوة إلا بالله، فبماذا تنصحون أولياء الأمور وفقكم الله؟ لا شك أن انتشار الجوالات بأيدي النساء والشباب والشابات أن هذا من الفتنة، وهذا من الترف الزايد، وهذا ربما يكون وسيلة للشر والتواصل بالشر. فلا شك أن هذه تستعمل عند الحاجة ويحافظ عليها ولا تترك مع من يخاف منه من الشباب والشابات، لا تترك معه، وليه يمنعه منها، لأنها وسائل شر تستعمل للشر. أما اللي يستعملها لحاجته وللأمور المباحة فهي لا بأس بها، لكنها خطيرة على أولياء أمور الفتيات والشباب أن يحذروا من شر هذه الجوالات وهذه الاتصالات المشبوهة، لا سيما وأن بعضها فيه تصوير، يصور الناس وهم ما دروا، يجي عند النساء أو تجي البنت معها تصوير وتصور النساء بزينتهن وتظهر صورهن عند الفسقة، وعند هذا الشر، هذه زيادة شر والعياذ بالله، فيحذر من هذه الأمور. نعم. والنغمات من اللهو ومن الموسيقى ومن آلات اللهو، يحط فيه جرس ينبه، منبه فقط على قدر الحاجة منبه، أما نغمة موسيقية وتطريب هذا لا يجوز. نعم.